هذيك كانت اكسبيرينس يعني صراحه اللي قبل يعني. اما حب وهذا الشيء ما حسيته من قبل. غيث مروان يتحدث عن علاقته السابقه واول حب بحياته قبل ساره. هاي علاقة فاشلة، هاي بالنسبة لإلي. فمن يوم ما أعلن غيث مروان خبر خطوبته من سارة الورع والجمهور يتساءل عدة تساؤلات حول قصة حبهم وعلاقتهم قبل ما يعلنوا عنها للجمهور، حيث من المعروف أن قصة حبهم بلشت من أول لقاء لإلهم لما طلبت سارة من غيث أخذ صورة معه كونها واحدة من المعجبين. أنا كنت بيج فان. طيب، حيث كانت بتتابع عدد كبير من اليوتيوبرز قبل شهرتها، وأكثرهم كان غيث مروان. لأنه يعني زواج مرتب، زواج ميك سنس، بس مش ما في قصة حب. ومن خلال مقابلتهم مع نور ستارز ضمن بودكاست النجوم عرفنا أجوبة على أسئلة كثيرة، من بينها هل تعد سارة أول حب بحياة غيث؟ حيث حكى غيث بهالنقطة عن علاقته السابقة وحكى أنها كانت مجرد تجربة وفقط، وما شعر من خلالها بالحب الحقيقي. أما مع سارة فأحس بالحب الحقيقي. هذيك كانت إكسبيرينس يعني صراحة اللي قبل يعني. أما حب وهذا الشيء ما حسيته من قبل يعني، هاي أحساس غير كاش. ومن بين الأسئلة اللي أجابوا عليها أيضا كانت هل زواجهم تقليدي ومدبر أم عن حب، وكان جوابهم أكيد عن حب ولكن على أصول. حيث تقدم غيث لسارة من بعد أيام قليلة من اعترافه لها بحبه، وتوجه دغري للحكي مع عائلتها بأمور الخطوبة والزواج. ومن بعد ما انتشرت عدة تعليقات عن حقيقة حبهم لبعض وزعم البعض أنهم ما بيحبوا بعض، فأجاب الثنائي غيث وسارة على هالنقطة. أو لا ما حبا بيحبوا بعض، أو لا بيحبوا بعض، فأنا حابة إنه يشوفوا الناس هالسات إيمان بين بعيونك. طبعا. وإنت بتحبه؟ طبعا بعشقه. خليها شعر وسيط.